السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كرم النجار من اسكندرية. حلقة النهاردة البي اس اف، احنا سحبنا 5 جرام وعايز اوريكم ازاي هو بيفقس. احنا بنحطه في علبة زي كده وتحت منها تفاح، و هنقرب الكاميرا على الاخر كده هنوريكم ازاي اليرقات بتمشي. طبعا احنا مكبرين الاف الاف مرة من الانتاج اللي ماشي. ال5 جرام دول كل جرام بيطلع الانتاج بتاعه حوالي 5 كيلو، من 5 لـ8 كيلو. وفي حاجات بتفقس طبعا، حاجات زي اللي في النص بتتحرك، وفي اللي ماشي على الكرتون بيمشي لغاية الحرف وبعد كده يقع ياكل من اليرقات، ياكل من التفاح، ياكل من التفاح. وطبعا احنا المفروض نحط علف علشان يتغذى منه. وده حبيت افرحكم معايا واوريكم ازاي البيض وهو بيفقس بعد 100 ساعة من الانتاج على حسب درجة الحرارة ودرجة الرطوبة. درجة الحرارة بنوفرها باللمبة الحمراء اللي هي من 40 أو 80 أو 60 واط، أو بالنسبة لمصدر الرطوبة في الجو في أبخرة بتتباع أو تجيب بخاخة يدوية وترش على الأرض بس بنسب بسيطة جدا. وإحنا النهاردة 12/11/2019 داخلين على الشتاء، فكده كده مصدر الرطوبة هيكون عالي جدا كمان، وخصوصا ان احنا من محافظة الاسكندرية الرطوبة عندنا عالية. لو انت عندك الرطوبة واطية بتبدل الكلام ده بالرش على الارض او العلب من بره. الجرامات اللي احنا شايفينها ديت في خلال يوم كامل هيكون البيت ده لونه اصفر فاتح جدا، بمعناه اللي هو كده دخل في مرحلة الفأس النهائي. واحنا بنسيبها كمان، هنقرب لكم الكاميرا كده كمان على قد ما نقدر الزوم، بنسيبها على قد ما نقدر مش بنرميها. احنا في الاخر بنحطها على ايه؟ على العلف، وعشان لو فيها بردك زريعة طلع جديد ما نهدرش حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتراك ولايك كرم النجار.